أكرم بقوم أقرب القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتسير من غرس الهدى بستان. حملوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. مرة أخرى من هذا العزاء المقام المغفور له بإذن الله تعالى القرآن الكريم. وقارونا قارئ جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ عفيفي محروس فليتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون رسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
يا أيها النبي قل لأزواجك لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أدنى فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله Yeah.
كسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد يا أيها النبي قل لأزواجك أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. ذلك أدنى أن يعرفن
لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا سنة الله سنة الله سنة الله الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند
الله. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. صدق الله العظيم. يا قارئ القرآن الكريم، يا حامل الذكر، ابشر بخير جنان في ساعة الحشر. وهكذا ايها الاخوة المؤمنون، عشنا واياكم في رحاب التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ عفيفي محروس، قرأ القرآن الكريم المقيم بصراوة التابع لمركز ومدينة اشمون، على هندسة الباشمهندس محمد عبد الهادي شعبان والاستاذ المعزين قبول العزاء، وشكر الله سعيكم جميعا.